ورحمة الله وبركاته. مرحبا طلابنا الأعزاء، نكمل مع بعض شيت 5 كومبليت. تمام، جينا في الكومبليت لحد نمبر 5. هنا نمبر 6 كربون دايكسيد بلس ووتر هيدينا كربونيك أسيد. كربونيك أسيد تمام كده. بيقول لي هنا الزنك بلس نقط دايليوشن، تمام، هيدينا ZnSO4 بلس نقط. يبقى الزنك بلس H2SO4 زي ما خدنا H2SO4. تمام، طيب H2SO4 هيحصل رياكشن دايلوتد H2SO4، هيحصل رياكشن الزنك هيحل محل الهيدروجين، تمام، وهيطلع الهيدروجين على هيئة جاز. تمام، هنا قلنا هنا H2SO4 وهنا ZnSO4 مفيش 2. ليه؟ لأن هنا الفالنسي بتاع ال SO4 كأيون على بعضه زي ما انت خدت في preparatory 1 هو بلس 2. تمام، طيب ماينس 2، تمام، ماينس 2 هنا، يبقى لازم يرتبط ب 2 هيدروجين اتومز. تمام، لكن هنا جينا للزنك هو الفالنس بتاعه زي ال SO4، يبقى انا كده الهيدرو ال 1 سال SO4 هترتبط ب 1 زنك اتوم او ايون. تمام، وهيطلع الهيدروجين على هيئه جاز. تمام، نكمل. انا عندي هنا الكربون تمام مع الاكسجين، وهنا دي علامة الهيت او التسخين او الكومباشن الاحتراق، هيدينا كربون دايكسيد. يبقى انا الاي ده هو الكربون دايكسيد. هنا بيقول لي اكتب الكيميكال فورمولا اوف اي ام بي، يبقى الاي هنا الكربون دايكسيد. تمام، طيب الكربون دايكسيد هيحصل رياكشن مع تمام ال H2O، الاي اللي هو الكربون دايكسيد هيعمل رياكشن مع ال H2O هيدينا الايه الكربونيك اسيد CO3. تمام، اللي هو ايه اللي بينتج عن الايه الرياكشن بتاع الاسيتيك اوكسايد او النون ميتال اوكسايد مع الووتر هيديني اسيد. تمام، طيب تعالى، يبقى هنا البي اللي هو الكربونيك اسيد H2CO3. طيب تعالى، حطينا هنا 2 ليه؟ تمام، لان هنا ده الفالنس بتاعه بلس ماينس 2. تمام، لازم يتحد مع 2 هيدروجين، من مش هيدروجين واحد. What is the effect of P on litmus solution؟ P اللي هو الكربونيك اسيد، تمام، ده كربونيك اسيد. طب الاسيد هيحول الليتمس لايه؟ لريد، تيرنس تو ريد، هيحول الليتمس لايه؟ ليريد، لانه اسيد. تمام، لو بيسيك او الكالاين سوليوشن هيتحول لبلو. طيب وات هابنز وين بوتينج ستريب اوف مغنيسيوم، تمام، مغنيسيوم بلس مين بقى؟ الاكسجين، الايه الاكسجين جاز O2 هيديني ايه؟ مغنيسيوم اوكسايد، مغنيسيوم اوكسايد. تمام، هنحط هنا 2 ماشي عشان نعمل بالانس الايكويشن. طيب وهنا 2 خلاص كده، يبقى انا عندي هنا 2 مغنيسيوم وادي 2 مغنيسيوم، 2 هيدروجين اتومز وادي 2 هيدروجين اتومز. تمام، هنقول له هيحصل ان هيبقى في برايت اند لايت، تمام، ذن باودر المغنيسيوم changes to bright and light then to powder اللي هو الايه powder اللي هو المغنيسيوم اوكسايد. تمام، طيب adding a strip a drops of violet litmus solution
to a cylinder containing a piece of burning coal. A piece of burning coal. A piece of burning coal دي هتتحول، هيحصل ايه؟ الكول اللي هو الكربون هيتحول لكربون دايوكسيد. اول ما ينزل السوليوشن هيبقى كربونيك اسيد. طيب الليتمس سوليوشن هيتحول لايه؟ لريد. هيتحول ل الليتمس تيرنس تو ريد. تمام، وعرفنا ليه؟ لان الكول البيرنينج كول اللي هو بيحترق الكربون دايوكسيد، الكربون هيتحول لكربون دايوكسيد، لما ينزل السوليوشن يبقى كربونيك اسيد اللي هو بيحول الليتمس لريد. طيب تعالى اللي بعد كده، بيقول لي ديسولفنج مغنيسيوم اوكسايد ان ووتر، هيديني مغنيسيوم هيدروكسايد. تمام، وهنا تو ليه حطينا تو هنا؟ لان الهيدروكسايد ايون ماينس 1. تمام، فعشان يتحد مع مغنيسيوم اللي هو بلس 2. تمام، خلاص يبقى انا لازم البلس 2 ده هيطلع منه 2 الكترونز، هيروحوا فين؟ هيروحوا واحد لهيدروكسيد ايون والتاني لهيدروكسيد ايون التاني، يبقى لازم عندي 2 او اتش اللي هم او اتش 2 عشان المغنيسيوم. وبكده نكون خلصنا الفيديو القصير ده، واتمنى تتابعونا في الفيديوهات الباقيه، واللي عجبه الشرح يدوس شير ولايك وسبسكرايب، وسيب كومنت بالايه برايك واستفساراتك واسئلتك. السلام عليكم ورحمه الله.